لحمة بعجين التركية، بقدونس 100 جرام، بابريكا حمراء 150 جرام، بصل 300 جرام، بندورة 300 جرام، ثوم 25 جرام، معجون طماطم 50 جرام، ودبس الرمان 30 جرام، فلفل أسود 5 جرام، مسحوق مرق البقر 30 جرام، اللي هو الماشي. نطحنهم محضر الطعام جيد، بعد ما نطحنهم نطحن نص كيلو لحمة فيها نسبة الدهون 25%، نخلط المكونات كلها مع بعض وهيك جاهزين العجينة، فقط مية وملح العجين ونتركها تخمر. ممكن نعملهم بالشكل اللي احنا بنحب، نخبزهم بالفرن مثل الخبز. الامر كتير بسيط. اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.